اشتري لاتيه. هنوريكم المطار عامل ازاي في جوله كده بسيطه، وانا رايح مثلا اعمل تشيك ان، بس الفلوج هيشتغل اصلا او هيبتدي في اسبانيا. رميت الشنط، مستني دلوقتي انا اعمل التشيك ان. باي باي لندن. انا في دلوقتي طريقي للطياره، اشوف بقى طيارتي فين بالظبط. عديت الجمارك الحمد لله. في طريقي بقى دلوقتي ان انا اركب القطر عشان يوديني على البوابه اللي انا هركب منها الطياره. انا حاليا في المكان ده، هنزل في المكان ده. انا جوه القطر دلوقتي. صوت البوابة 19. عدينا من الثاني او ثالث بوابة. انا تقريبا نسيت عدد البوابات اللي انا عديت منها. انا على الطيارة دلوقتي. اسبانيا، وصلت اسبانيا. المكان ده مدى شوية على شرم الشيخ فايبس او جو شرم الشيخ. دي كلها كرة سياحية زي ما انتم شايفين. اسبانيا. نتغدى. اوكي يا جماعه، دي الاوضه بتاعتي. لسه راجع ودخلت وعملت تشيك ان وخدنا الاوضه زي ما انتم شايفين. ودي الاوضه. هنطلع بقى نستكشف اسبانيا. اول يوم ليا في اسبانيا بالليل، فهنشوف البلد عامله ازاي. هتعجبكم. يلا بينا يا جماعه. هتعجبكم. اسبانيا اول يوم بقى. اغلب السياح هنا انجليز. ده المكان اللي هفطر فيه، ده المنيو. انا حاليا في قلب المدينه دلوقتي، تنريف. الجو شكله مدي على ربيع شويه، لا هو لا حر ولا هو يعني برد. بصوا اوريكم الشوارع عامله ازاي. دلوقتي في طريق اللي انا اروح اركب اتوبيس. الاتوبيس ده هيطلع مرتفعات عاليه، هشوف اسبانيا من مستوى 2500 متر فوق سطح البحر. دي الاتوبيس اللي انا هركب فيه. مستنيين تقريبا الجروب ده، جروب طلياني. انا اتكلمت مع المرشده السياحيه اللي ورايا دي، لقيتها بتقول الطليان والاسبان، مع ان انا في اسبانيا دايما على طول متاخرين. Now on the right hand side you see monuments. وقفنا في نص الطريق عشان الرحله كانت يعني طويله شويه. ماونتن زي ما انتم شايفين في الكام مشهد اللي انا قعدتهم دول. العربيه رايحه يمين شمال يمين شمال، وطالعه نازله طالعه نازله ماونتن. شايفين المكان عامل ازاي من ورايا. طلبت فنجان قهوه وشويه حته كيكه صغيره كده عشان كان غدا. هو مش غدا، هو في نفس الوقت سناكس. طلبنا قهوه كيكه.
كل البيوت الموجودة هنا بيوت من القرون الوسطى، يعني بيوت مش اللي هي الجديدة أو زي ما انتم شايفين اللي هو المكان الغرية ده. اوكي يا جدعان، انا دلوقتي طالع استكشف البركان اللي فوق. انا دلوقتي ماشي في الطابور زي ما انتم شايفين، بص يا جماعه زي ما انتم شايفين انا دلوقتي في اسبانيا زي ما قلت لكم من اول الفيديو. حفل القلم زي ما انتم شايفين، بقول لكم الجو هنا ايه، الجو برد جدا يعني، بس المكان عايز درون وانا ما كانش معايا الدرون ان انا اصور بيها، فاغلب الناس هنا بتاخد صور حاجات تذكاريه والكلام ده. بس هو المكان اصلا يعني لازم تيجوا عشان تزوروه. هرجع بقى للعربية للأوتوبيس لأن الجو مولكوش، يعني الجو برد جدا. تصور مثلا شايفين سانسيت الشمس. يسعد صباحكم يا جماعة، اليوم الثالث، طالع برضو في رحلة هستكشف اسبانيا برضو من خلال الاتوبيس، لان عشان تمشي هنا هكون صعب لان انا مش عارف انا رايح فين. فانا بخش على مكتب سفريات بسالهم انا عايز استكشف المدينه اللي انا نازل فيها دلوقتي اللي هي تنريف دي، فبيقولوا لي احسن حاجه اللي انت تستكشفها عن طريق الاتوبيس. فانا دلوقتي في طريقي اللي انا اقابل الناس عشان اخد الاتوبيس ونشوف المكان هيبقى عامل ازاي. شايفين يا جماعة منظر الجبل ورايا عامل ازاي؟ مستنيين الاتوبيس بقى دلوقتي. سواء سألته قال لي احنا قدامنا نص ساعة عشان نطلع. كنتش اعرف ان اسبانيا جميلة قوي كده. الشوارع نظيفة، نظافة يا جماعة هنا ما اقولكوش. شايفين الشارع من ورايا عامل ازاي؟ شوارع نظيفة بطريقة يعني تستفزك. واكتر زي ما قلت من اول الفيديو وانا بكرر المكان، السياح هنا اكترها سياح انجليز وسياح طليان، فكلهم هنا بيجوا يقعدوا مثلا 5 ايام 4 ايام الكلام ده، وبعد كده يرجعوا بلدهم تاني. اوكي يا جدعان، انا دلوقتي طالع البركان زي ما انتم شايفين. انا في البركان اللي هو من ضمن ال 4000 بركين اللي هي في اسبانيا هنا. لو انت خدت حجره واحده هيرزعوك 1000 يورو غرامه. الصخرة دي شايفين الفيو يا جدعان، مكان يا سبحان الله. انا نقطة مستوى سطح البحر، 1000 في مستوى سطح البحر بالظبط زي ما انتم شايفين. كل الناس دي كلها جاية عشان تتصور في المكان ده. مكان حلو على فكرة، يعني لو فعلا انتوا ليكوا في الحاجات اللي هي تكتشفوا الطبيعة والحاجات دي، المكان خلاب بطريقة فظيعة. دي كلها براكين، يعني كل الصخر اللي انا ماشي عليها وكل الحاجات اللي حواليها دي كلها براكين. يعني طبعا ده كله بالاسبانيش بس في بالانجليزي برضو. بحاول ان انا على قد ما بقدر اوريكم الطبيعة هنا والجمال برضو في نفس الوقت. شايفين المنظر؟ المشكلة انا ما جبتش معايا الدرون. وده هي البطاطس الوجبة بتاعتي دي. انتوا شايفين رجل فرخة. بصوا يا جماعة المنظر عامل ازاي ورايا، شايفين المكان عامل ازاي؟
في واحد انا مربي فراخ وكتاكيت. روعة بطريقة يعني بطريقة فظيعة. خلصنا الغداء، احنا دلوقتي افترينا الاوتوبيس، هنكمل الجولة. بس رأيكم في الجولة لحد دلوقتي؟ صراحة يعني ماما مية، جولة حلوة قوي. مرشد السياحي دلوقتي بيشرح للناس المدينة دي، لأن القرية دي قرية قديمة شوية. دي زي ده من أيام الحكم الأندلسي. هنا برضو تلاقي المكان شكله مدي على شوية على مسجد، لو انتوا لاحظتوا أو نظام الباب هتلاقيه اللي هو مدي على نظام بيت، مش بيت، اللي هو باب الجامع. الباب دوت هتلاقيه مدي على نظام جامع. والمأذنة هما طبعا عملوها نظام على التراث الاسباني، بس لو لاحظت ان هو اصلا تراث عربي. بس برضو هما لما سألت المرشد السياحي كان بيقول اللي بنى الكلام ده الاسبان، بس معروف اللي ما بناش الكلام ده الاسبان بنى العرب في نفس الوقت، لان هو معروف ان اصلا اللي بنى البيوت دي كلها العرب. مشكلتي لما بفهمش اسباني، انا لما كنت اتكلمت معاه بالاسبان وحكيت له بالاسبان، بس انا ما بتكلمش اسباني، فمش عارف ان انا اخش معاه في جدال وهو بيتكلم انجليزي، فانا يعني قطمت الموضوع معاه، مش عايز اتكلم معاه خلاص. يعني تفهم لما بيقول الاسبان هم اللي بنوا الحاجات دي والكلام ده، بس هو معروف اللي بنى الكلام ده العرب، في لما كان العرب في العصر مزدهر قوي بينادوا طبعا الناس اللي هو يصلوا والكلام ده زي ما انتم شايفين. بس ايه المنظر اصلا؟ منظر رد الروح، دراجون تري بيسموها، شجره التنين. شكلهم من ايطاليا او من فرنسا، ما اعرفش. المهم هنرجع للمكان اللي احنا جايين منه ونشوف المكان بعمل ازاي. بصوا يا جماعه، الشارع اللي انا ماشي فيه ده، شايفين النظام، نظام مدي على النظام العربي، نظام البيوت، شايفين ورايا ده كله، يعني معروف العرب هم اللي بنوه. بس تتكلم مع المرشد السياحي يقول لك الاسبان هم اللي بنوا المدينه، بس تلاقي شايفين نظام البيوت. بص يا جماعه، دي حاجه بسيطه، ده كان ده الجامع رقم 4 أو 5، اشوفه او كنيسه على الطراز العربي، الطراز الاسلامي. اسبانيا بناها العرب ولسه البصمه بتاعتهم موجوده في كل مكان. انا دلوقتي في نص المدينه بتاعه تنريف، حاول ناخد جوله بسيطه كده ونستكشف البلد عامله ازاي. لو انتوا خدت بالكم وانا ماشي كده، هتحس ان اسبانيا مديه على القاهره شويه ومديه على العرب، لان البيوت من ورايا بيوت عاليه، فما تلاقيش اللي هي النظام اللي هو الاجنبي، انتوا فاهمين، بيوت عاديه زي اللي احنا عارفينها على طول، او احنا اصلا كعرب او كمصريين عارفينها. نظام فيلل، نظام شوارع زي نظام اسكندريه كده بالظبط، بس دي اسبانيا يعني ما فيهاش اي اختلاف خالص، غير انها نظيفه شويه بس مش اكتر. لو انا دلوقتي طالع على البيتش والناس كلها زي ما انتم شايفين بيفطروا، شربوا قهوه، لان النهارده الصبح بدري، الساعه دلوقتي 9. ف بصوا المنظر من ورايا عامل ازاي. المكان اللي انا ماشي فيه دلوقتي اسمه لاس كريستيانو، ولما تنساش تعمل اشتراك سبسكرايب وتفعل جرس الاشعار عشان يجيلك كل الاشعارات. شايفين المنخفض اللي انا داخل عليه ده، منخفض تقريبا انا كنت فيه امبارح بالعربيه. هي دي تنريف، شايفين نظام البيوت عامل ازاي، البيت نظام درجات، كافيتريات، ناس قاعده.
اقول لكم انا في السوق الشعبي بتاع مدينه تنريف دلوقتي. هولا. طبيعي برضو اسبانيا. Yeah, they speak Spanish. تقليد حاجات هنا كلها اصليه زي ما انتم شايفين. So any of those 1414 okay. اي شات يا جماعه زي ما انتم شايفين اي واحد من هنا كله طبعا ده مش اصلي ده كله تقليد كله تقليد مع الفكره يا جماعه زي ما انتم شايفين ده تقليد نايك ده مش طبيعي في ماركت او سوق شعبي غير الموسكي والعتبه وعندنا في المنشيه في اسكندريه او ايا كان زي نظام العتبه عندنا السوق ده في اسبانيا انا مش متخيل نفسي انا عن نفسي مش متخيل السوق ده في اسبانيا يعني انا ماشي دلوقتي في سوق شعبي في قلب اوروبا في قلب اسبانيا 10 سبيك عربي عربي منين مغرب معانا واحد عربي يا جماعه في تنريف السوق الشعبي يجي هنا اسمك ايه اسمك ايه حسين لما تيجي تنريف هنا في السوق الشعبي دور على حسين واحد عربي كمان اهو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا واحد عربي كمان اهو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايه الاخبار حالكم الحمد لله تمام انا مصري مرحبا بس عايش في انجلترا انا في طريق دلوقتي لمكان فيه اسمه ووتر بارك انا دلوقتي مستني الاتوبيس شايفين من ورايا علامة الاتوبيس اللي هتاخدنا للووتر بارك. ده هو الاتوبيس زي ما انتم شايفين ده. مش عارف بقى فيه تصوير ولا لا. بيعرفك الاتجاهات انت رايح فين وجاي منين وعايز تروح فين والكلام ده تفهمين ودي هي الخريطة بتاعت المكان فيلا نستمتعوا بالجو بتاع النهاردة ده مكان حلو شكله مدي على فعلا ووتر بارك نخلع بقى ده وانا داخل اخدوا مني درجه الحراره عشان يعرفوا ان انا مثلا مش مصاب بالكورونا والكلام ده طبعا انت بتطلع هنا عشان تطلع فوق خالص لازم تاخد لك بتاع حوالي 30000 40000 درجه سلم الأجانب هنا منتشرين في كل مكان طبعا عشان انا في مدينه اجنبيه اوبفيسلي شايفين الطوابير اللي ورايا ده كله مستني عشان يطلع ينط من فوق من الووتر بارك النهارده الحد فمش زحمه قوي شايفين الفيلل اللي فوق دي كلها هي مش هي نظام فيلل وكل حاجه بس هي نظام شقق انت ممكن تأجر سامي خلي الفوكس على وشي ممكن تأجرها الليله تقريبا بحوالي 100 يورو وهي دي كانت الجوله في الووتر بارك بس المكان عامل ازاي؟ المكان مش وحش قوي مكان تحفه
ثاني انا حاليا بقى دلوقتي وقت الغداء. الغداء كانت ايه؟ فلة. حتى حتة الكيك اللي انا اشتريتها عشان اكلها الهوا طيرها. اسمع علينا بقى، راكب الكاب ده، الكاب ده المكان ده اللي انا بصور فيه حاليا، عطوني هدية 1 يورو تشتري من هنا، بس انا اخدت هديه عشان لقوني بصور بعمل لهم ادفيرت هنا فلقيتهم ماشي. هولا هولا. روح الاوتيل، الاتوبيس ده بيجي مخصوص للمكان ده وياخد الناس اللي كانت جوه بيقعدوا يتفسحوا والكلام ده، وبعد كده يوديهم المكان اللي هم عايزينه. ده المكان اللي انا ساكن فيه حاليا. انا دلوقتي قاعد مستني الطياره بتاعتي. الطياره بتاعتي هتطلع من هنا الساعه 3. عديت من السكيورتي جيت، دلوقتي انا مستني بقى ان انا اختم التذكره واطلع على الطياره. احنا بقى لنا بالظبط بتاع حوالي كام ساعه؟ 3 ساعات في الهواء، ممكن 3 ساعات ونص كمان. هتحركت وقعت الكاميرا. 3 ساعات ونص في الهواء، معرفش